في الالكتريسيتي. عاده احنا بنعمل جنريشن طبعا تختلف من مكان لمكان وبلد لبلد, بس هاي بعض الفاليوز اللي معطينا اياها في الكتاب. الجنريشن التوليد على 12 كي بي الى 25 كي بي. اذا بنولد على بهذه الحدود 12 ل 25 كي بي كيلو فولت. بعدين بنعمل ستيبنج اب. احد الرموز اللي بتشوفها للمحول اذا ما بدي ارسمه بالشكل التفصيلي تبعه, هذا بنسميه سنجل لاين دايجرام. هذا رمز لمحول فولتج ترانسفورمر. هذا هون بالحاله هاي ستيب اب يونت ترانسفورمر. طبعا انا ما رسمتش هون, بس هذا كله 3 فيز بيكون. يعني هون بدنا نرسم بنحط ثلاث خطوط انه هذا عم يتولد كله 3 فيز وبدنا نعمل له نقل 3 فيز. اذا هون بترفع ارتفع عندي الترانزميشن. هلا ترانزميشن على من 110 الى 1000 كيفي بهذه الحدود. هاي ترانزميشن النقل على الفولتج العالي. ليش بنرفع الفولتج للنقل؟ عشان لما برفع الفولتج شو بصير بالكرنت؟ بنزل. لما ينزل الكرنت شو بصير بالاي سكوير ار لوسز؟ بتقل. فبقلل اللوسز بشكل كبير لما بنقول. بعدين لما بوصل على الجهه الثانيه برد بنزل على الفولتج المطلوب. لو اني نقلت على الفولتج الاصلي او لو صار النقل على 230 ما بضل لك شيء من الفولتج لما يوصل عندك. اللوسز بتصير قليله جدا. اذا عندي هون هلا بعمل ستيب داون في المكان المناسب. هذا ستيب داون ترانسفورمر او هو بيكون سب ستيشن. سب ستيشن يعني المحطه. في عندي محطات بتكون محطه بنزل فولتج فيها سب ستيشن ترانسفورمر. بننزل لفولتج 12 بحوالين 12 كي في ل 34 الى 34.5 كي في. هذه طبعا مش شرط انها تكون القيم كلها صحيحه في كل مكان, بس هاي تيبيكال فاليوز. نعمل ستيب داون بعطيني هذا الفولتج. بعدين برد هلا بعد التوزيع كمان نعمل ستيب داون وبننزل ل 110 220 110 في بعض الدول 110 220 او 220 او 208 فولت حسب, او 230 في اوروبا بهذه الحدود. هذا الورد. هذا الكونسيومرز. هون ننزل ل هذا بنسميه ديستريبيوشن ترانسفورمر. هذا هون خلص صار هذا اللوكال بنوزع. وعاده الريزيدنشال بنوزع عليه سنجل فيز لكل مستهلك. المصانع بنوزع عليهم 3 فيز. اذا هاي اهميه هذا النقل انه هون بنخفف احنا اللوسز. لما رفعنا الفولتج هون نزلنا الكرنت. لما نزلنا الكرنت بتنزل عندي اللوسز اللي هي اي سكوير ار لوسز. بنزل اللوسز هون تنزل الفولتج هون فبنزل نسبة الفولتج دروب. لأن رفعت الفولتج كمان فالفولتج دروب كنسبة كمان بنزل ما بضلش بخفف من اللوسز اللي موجودة. نعم دكتور. الأولى جنريشن والباقيات كلهم ترانسميشن؟ يعني ترانسميشن وبعدين هذا ديستريبيوشن. هذا بنسميه ديستريبيوشن. ولذلك احيانا الشركات بتختلف. كل شركه هي مسؤوله عن الجنريشن, شركه ثانيه مسؤوله عن الترانسميشن, شركه ثالثه مسؤوله عن الديستريبيوشن. مش شرط يكون. وعندي كمان حتى الجنريشن, هاي نقطه مهمه كمان, ممكن جنريشن اكثر من مكان. الجنريشن يعملوا جنريشن يدخلوا على نفس الجريد. الجريد بنسميها الشبكه. يعني انا ما عنديش محطه توليد واحده, يمكن عندي 10. يمكن يصير عندي هلا مثلا مع الطاقه الشمسيه يصير في عندنا كمان مثلا 50 ميجا وات اضافيه. كلهم بيغذوا نفس الشبكه, بيعملوا يعني بيعملوا سينكرونايزيشن على نفس الشبكه بحيث انه يكونوا ان فيز الفولتج وتغذي. فاكثر من مولد ممكن يغذي على الشبكه, سواء بغطي على هذا الفولتج او على هذا الفولتج. ماشي واضح هاي النقطة؟ 12 كيلو فولت بعدين عندنا 12 كيلو فولت الى 34.5 كيلو فولت, يعني بالرينج هذا. طبعا بيكون اماكن مختلفة بتستعمل فولتج مختلفة. 110 هذا هون كي في. هذا كيلو فولت. هذا مش كيلو فولت. هذا خلص صار هذا اللي بيدخل على المنزل. ترانزميشن من الديستريبيوشن كمان. نعم ترانزميشن من الديستريبيوشن. يعني هو لا هو خلص هي عملنا ترانزميشن بعدين هون بنعمل ديستريبيوشن. يعني الديستريبيوشن تقريبا هو المولدين ولا الموزعين ترانزميشن. والله هاي هلا بتصير هاي بتصير شغلات تجاريه, يعني تجاريه حسب هذا. ممكن شركه واحده اظن احنا عندنا السمره والتوليد للتوليد صحيح التوزيع للديستريبيوشن.
شركه واحده هي بتعمل الترانسميشن وهذا للشمال اربد بتعمل تمام عمان كهرباء الكهرباء والجنوب شركه زي كهرباء اوكي.